بعد التعنيف الذي حصل في الحلقة الماضية، قرر وانتد بالتدرب ليل نهار والاستعانة بأشهر المدربين في القرية، حتى أصبح ثاني يوم وجلد مدربيه وهو بكامل استعداده لإكمال رحلته في هذه السلسلة العظيمة. فلا تنصدم عزيزي المشاهد من المهارات والخبرات القتالية التي سوف تراها في هذه الحلقة، خبرات أبو ليلى وحده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله يا شباب في حلقة جديدة من بنر لورد. تونا بادين السلسلة فاعذرونا إذا أخطينا بالأسامي وكذا. بالنسبة للغة العربية يا شباب، قبل لا أنسى، إذا شفتوا فيه كلام كثير، خلنا مثلا نتحدث مع هذا، لاحظت أنه يوم يجي يكلمك مثلا سطور كثير، خلنا نقول مثلا هذا، شوف تقرأ من هنا، الترجمة تبتدي من تحت. حسنا، هناك العديد من السلع في جميع أنحاء المدينة التي يمكن أن تجلب أموالا جيدة إذا قمت بالتجارة بها. القافلة التي قمت بتكوينها ستفعل ذلك من أجلك. فمثل ما كتبت لكم التنبيه في بداية الحلقة الثانية، أن الترجمة صراحة تحتاج أن نعطيها فرصة، خصوصا أن هذه الترجمة تعب عليها شخص واحد بس، وموضوع الكودينج والسواليف هذه صدقوني أبدا مهو بسهل. طبعا أنا بحط لك رابط الموقع، الشخص اللي سوى ترجمة كتب التفاصيل كاملة وسواليف وكيف سواها والمشاكل اللي واجهتهم وإلى آخره، بتحصلون الرابط في الديسكريبشن للي مهتم. حاليا حنا في مدينة بوروس. أول شيء ودي أبتدي فيه أني أضبط لي شوية مبلغ. فإيش سويت؟ دخلت عند التاجر هنا، توني بادي، اشترت من عنده هذه الأمور، اشترت من عنده الحصان وكرمكم الله الحمار، بحيث أنه الوزن ويزيد سرعتنا في الحركة، تكون معك أحصنة كثير تزيد حركتك. الجبنة 10 لأن حصلت الوحدة ب17، فبشوف لي مكان كذا أبيعها غالية. البيرة ب22، أخذت منها 6، فبنشوف يعني 17 باختصار و22، بنشوف كم بتجيب. خلنا نشوف أول شيء نبتدي فيه البطولات، ساحة التدريب، أدخل الساحة. طبعا البطولات ما تكون في مكان واحد، لازم تجلس تدور تشوف وين النبلاء قرروا أو الملوك قرروا يحطون البطولات، فلازم أنه نجي نسلم على هذا الترينر ماستر. ممكن أن نتدرب هنا نفس الساحة بس اللهم تدريب، يعطونك يعني جوائز مش ما تسوى يعني للأمانة. فخلنا نقول هل هناك بطولات تجري في بلدان مجاورة؟ شوف نقرأ من تحت، حسنا هناك واحد يبدأ في زيونيكا والآخر في سنالة، من المحتمل أن تكون قادرا على الوصول إلى أي منهما إذا تحركت بسرعة. الحمد لله ترجمة كويسة، بس بنلحس في البداية أن نقرأ من تحت. طيب سنالة نسوي لها تراك، سنالة بنو هليان، هذه عند العرب سنالة، والله شيء طيب دامنا والثاني وين؟ الثاني ممكن تكون أقرب، زيونيكا بنسوي لها مسار اللي هو تراك، وخلنا نشوف. طبعا في البدايات لابد اني ايش اركز على موضوع البطولات، اركز على موضوع التجارة بحيث يكون عندنا مبلغ نشتري فيه العتاد. والبطولات الحلو فيها انك الجميع اللي موجودين في الساحة كلهم نفس الاسلحة، فما يحتاج ان يكون عندي اسلحة، لكن الفرق الوحيد العتاد اللي هو الدروع والهلمت وغيرها، هذه تفرق. انا ادخل الحين بجلابيه تنوم وداخلين الجماعه باقوى الدروع. المهم هذه زينكا، حلو حلو، احنا اشترنا من الازرق. انا مش حافظ الكلانات للامانه، بس هم في 8 كلانات مسيطره او 8 ممالك حاليا موجوده في العالم بالكامل. واحده من الممالك طبعا العرب، وعندهم العشائر هذه، بس برويكم اياها على السريع، الظاهر اني رويتكم اياها في الحلقه الثانيه، ولكن ما يمنع ان ندخل عند الممالك. هذه الممالك اللي حاب بس يكون عشان تكونوا بالصورة معي، هذه 8 ممالك من ضمنها العرب والمقول والبتانة، هذا بتانة حلو. أنا ودي صراحة أزور العرب، والله أحس أن الأجواء بتكون جميلة هناك، صحراء والقتال في الصحراء كذا بيكون شيء رهيب، فيشهد الله أني متحمس اللقطات هذه. المهم بما أن اشترنا من أزرق، الأزرق وش اسمه، خلنا نحفظ حبة حبة. هذه تقريبا نفس العاصمة، هي متزوم من برا، شوف يجيب لك العواصم المهمة، ما يجيب لك القرى الصغيرة وكذا، لكن كل واحد منهم مثلا شوف يقول لك الانتاج الأولي أو الرئيسي خرفان، فهنا أكيد لو جينا بنحصل خرفان رخاص عنده. نيجي نبيع هنا مثلا انتاج لهذا ملدف بالفري، الظاهر ان أيوة شوف علامة الأحصنة. يوم تجي التاجر يبالك تركز في هذا الأمور، شوف هذا عندهم عنب، عنب حلو انه في آيكون كذا يخبرك انه في عنب. المهم الزرق هذا يا شباب خلنا نحفظ، يقول لك فصيلة الإمبراطورية الجنوبية، حلو هذه الإمبراطورية الجنوبية، من قائدها؟ أيوة هذه اللي أوكي، هذا الحلقة الأخيرة. ألو هلا بالزين، هلا هلا والله.
هذا اللي عندها الطفل صح؟ ايه. على فكرة انا اصلا من ضمن المشنات اللي عندي انه اتكلم مع 10 من الملوك. هذه المهمة الاولى الرئيسية اني اوصل 2000 دينار الظاهر، وجنود 20 سهل، هذا كله سهل. الوصول لمستوى واحد العشيرة هذه والله ما اعرف لها، بس بنشوف لها ترتيب ان شاء الله، نضبط عشيرتنا او جيشنا باختصار اللي هم سميناهم المطلوبين او الموست وانتد. هنا التحقيق في حماقة نيريتز. نيريتز هذه لازم نكلم 10 نبلاء، يعني كل ما مريت الحين على دولة لازم اكلم واحد واسأله يخبرني وش سالفة نيريتز. هذه لو تذكرون نيريتز حصلناه من الظاهر حصلناه من التاجر اللي حررناه في الحلقة الأولى، اللي هم قطعين الطرق اللي في هالمنطقة يوم قتلناهم الثلاثة، بعدين قتلنا القائد بالموت، حررنا واحد. هذا الواحد أعطاني هذا الآيتم وقال لي مهم، ولكن لابد أنك تبحث عنه وتعرف أهميته زي الكنز يعني. فيبقى نشوف إيش سالفته، أنا للأمانة والله مش فاهمة. المهم هنا عرفنا أنه في الإمبراطورية الجنوبية، بما ان البطولة موجودة في هالمكان فخلاص باخذ البطولة هنا، بستغل كل شيء. شوف هذا على طريقنا مثلا المدينة ما بين زيونك وبوروس، ممكن ناخذ من عندهم العنب. ما ادري انا كم باقي من فلوسي، باقي من فلوسي 99 بحلل اللي اقدر اشتري منه تقريبا. العنب رخيص لو تلاحظون، لو اشترت كمية كبيرة الحين سعره بثمانية، لكن لو اشترت كمية كبيرة وباقي شوي عندهم والله لم تزبط معنا، بس انه يزيد السعر. هذا اللي صار لي قبل، قدرت اشتري كثير صراحة وهذا شيء طيب. اوكي بنشتري العشرة بثمانين. ضروري انك تحفظ بكم اشترتها عشان بعدين يوم تروح تحصل التجار وكذا تتذكر كم السعر وتستفيد. القوافل هذه ممكن نوقفهم كذا في الطريق مثلا. شوف هذا لمن، هذا واحد ماشي في حالة كذا مزارع الظاهر. نحن ايوه تحياتي يا سيدي، نحن مزارعون من قرية تركوتس، نعود من السوق زيونيكا إلى قريتنا. مهما كان الذي لديك أنا سأخذه، استسلم أموت. ممكن نكون قطعين طرق كذا وناخذ مواردهم بلاش، لكن استمر وداعا، ما هي من شيمنا، احنا مش داخلين قطعين طرق. طيب هنا إيش عندهم الدخل الرئيسي أو مستوى الجدران؟ ثلاثة ميليشيات عندهم 360، وحامية ومخزون الغذاء 500، أمورهم في السليم ما شاء الله. هذا من الإمبراطورية الغربية. حلوين كذا تعرفنا على المملكة الثانية، هذه الغربية وجنبها شو اسمها الجنوبية الزرق. فالحمر والزرق هذا لا، أو العنابي، هذا العنابي تقريبا، والزرق والبنفس لا البنفسجي هناك. أوكي تعرفنا على هذا لا، وهنا العرب. فمنطقتنا الحين عارفينها، جنوبية غربية العرب. نجي نشوف التجارة عندهم. أول شيء القريب بثمانين، شوف هنا ما في فائدة لأنه جنبهم فيستوردون بالراحة يعني، عرفت؟ ما راح نحصل أي فائدة تقريبا. طيب إيش عندهم رخيص؟ خلنا نسوي فرز بالقيمة. عندهم حبوب بخمسة لأن عندهم 1200. المشكلة ما عندي فلوس يا ولد، رخيصة مرة خمسة أتوقع. خلنا ببيع لهم الجبن. شوف الجبن الحين 25، أوكي هبيعه ب25 صار 24، صارت عندهم كفاية فخلاص يدفعون لي أقل. لكن أنا ودي أفتك من شو اسمه هذا اللي عندي، بحيث أني أشتري شو اسمه الحبوب اللي عندهم، بشتري كل اللي أقدر عليه. نقدر نسوي كذا ونوزنها مع فلوسنا أو نوزنها مع العدد كذا يكون بصورة أفضل. حلو الحين فلوسنا الصفر يا حبيبي، وخذنا 60 من الحبوب بخمسة، نفترضها بخمسة. طبعا أنا بدفع 19 بس، اللي هو فرق السعر بين الجبن اللي بعته والبير. شوف هنا كاتب لي واشترت 59 من الحبوب. جميل جميل، بجرب ادخل البطولة الاولى. اذهب الى ساحة التدريب، انضم الى البطولة. الله يستر. تريند ارشري، هذه رمات الاسهم متدرب او متطور، انا مش حافظ القوات صراحة، بس واضح ان البلاوي هنا كلهم تريند ميليتاي ارشر فنتريان ليجونري. المهم مشاهدة الجولة، ممكن نسوي لهم مشاهدة، لا تخطي ليه ما يجي دورنا. اوكي جاء دورنا، بسم الله يا رب انها سهام يا رب. ايش هذا؟ اوكي شيلد وسيف، كلنا نفس الشيء، كل واحد حاله فري فور اول. انا بجلس اناظر فيهم. خلصوا، لا خلنا نقدر. افا متنا يا ولد، انا تدربت، انا تدربت اقول لكم. انتهت الجولة والله درع وما ادري ايش، اقول توكل على الله. الفن يا شباب، اوف جائزة ايش هذا؟ رمح
والله فنان شكله الرن صراحة. ليه ما نسوي رهان؟ ما عندي فلوس راهن هبالة، اشترت أغراض قبل شوي. يلا ما عليه ما عليه، الرهان بيضاعف المبلغ. 1v1 الحين. لا 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 أنا قلت أي خلك خفيف كذا، أجلده لف حوله دوخ راسه. يلا النهائي، يلا ممكن نسوي مشاهدة، إذا سويت مشاهدة كذا تجيب اللقطات السينمائية وتشوف القتال بينهم. الله يستر منك. أوف هذا رجال ولا؟ أنا شكيت والله. فوستر نبيل من الإمبراطورية الغربية، كم عمرك أنت؟ 19؟ عمرك 19 وجاء إمبراطورية الغربية، هذا يعني من الجماعة اللي جيت عندهم. الله يستر راح يحذفني من برا. بسم الله. اي والله ان اللفلفة حوله اقسم بالله هي المفتاح. بس ازهل درع ومدريش وثقيل كذا، تدي انت خفيف بجلابية النوم تجلد عينه. انا ايش سويت يا شباب؟ سويت عادة ولا ايش؟ تكفى يا ابو 19 سنة، توكل على الله يا بالحلال. روح العب في الحارة هناك مع البزارين. خربيت الدرع اللي منبسينك اياه. ايوه يا شيخ اكتسب وانتد شهرة 3 يا اخي، خلنا نقرا. ولانس كورس لانس، ببيع الكورس لانس بشتري على طول. ايش؟ اقلب لكم ياسر قحطاني. كان مفروض اسميهم القناصين، عشيرة القناصين. 732 والله سعر طيب، ولو اني راهنت كان طلعت لي بمبلغ حلو من هذا. تخيل 1000 يمكن تجيني من غير فلوس الرمح هذه 732. انا وش الاسلحة اللي عندي؟ سيف ورمح، سيف ورمح ما ينفع يا اخي. خلنا نبيعه ونشتري فيه شغلات. الضرر فيه 40، سرعة الطعنة 86، هنا الضرر 32. والله تقريبا متقاربين، بس هذا اكيد بيكون اسرع لان طول السلاح اقل، فكل ما كان طول السلاح هذا يكون ابطأ. حلو حصلنا لنا 876، احصل عندي 7 وحمار 1 كرمته. بشتر لي نشاب، ما اريد نشاب بس يمدينا عن نشاب. أسلحة اشتباك، دروع الأسلحة بعيدة المدى. حلو الفرز صراحة، بس ما عنده إلا نشاب خفيف. نشاب خفيف ب 800 أتوقع. هذا أبو 85 هذا الأسهم اللايت، لأن النشاب خفيف. المشكلة أن الترجمة مش شاملته هنا، فخلنا نجرب نحط النشاب الخفيف مع 18 العدد مكتوب هنا اللايت كرل، بنجربه في المدينة. طيب نقص من البيرة ونشتريه، نشوف كيف يضبط الوضع ولا لا. ما ادري اذا بيمديني اجربه داخل المدينه ولا بيهجمون علي. ان شاء الله الامور طيبه. انا بيفيدني البو، غير انه عاجبني شكله، الا انه للاسف ما يمديني اظهر الا السيف بس داخل المدينه، وظاهر بسبب هذا. شوف ما يظهر لي، لكن لو جينا عند الحرب بيظهر لي. اوكي هذا اللي اقول لكم بين زي المعركه وزي المدني. هنا عندنا مشن من الغانم هذا، لديه مشكله من هذا تاجر. خلنا نشوف التاجر. تحدث، انا وانتد، من انت؟ حسنا، من لدينا هنا؟ هل تهتم تخبرني باسمك؟ اسمه بنتون، تاجر في زيونيكا. اوكي، املك سيلفر سميث، هذا ظهر الحداد ولا؟ سمعت انك تحتاج بعض المساعده. اي ويش تو باي، يمديني اشتري المحل حقه يا شباب، وهذا دخل ممتاز بيكون عندنا. بكم؟ 14000. لا عندي فلوس، مجرد لا اجيب 14000 هذه ان شاء الله باذن الله راح احطها عندي في اللسته. لدي سؤال سريع. نعم، ما هذا؟ ما عندي اسئله. أرغب في تكوين قافلة. الخيار الثاني في تكوين فلوس أنك تضبط لك قافلة تخلي أحد الجنود مشرف عليها. شوف ب 10500 اللي هم حراس الكرفان. خلنا نقرأ من تحت. حسنا، هناك العديد من السلع في جميع أنحاء المدينة التي يمكن أن تجلب أموالا جيدة إذا قمت بالتجارة بها. القافلة التي قمت بتكوينها ستفعل ذلك من أجلك. تحتاج إلى دفع 10500 على الأقل لاستئجار 29 من حراس الكرفان لتشكيل قافلة، وتحتاج إلى أحد رفقائك. أيوة شوف التصريف اللي يعطيها، في الواقع ليس لدي رفيق، متفرق الآن أصلا ما عنده أحد. من هو اللي متفرق؟ سمعت أنك تحتاج إلى بعض المساعدة، خبرني إيش المشكلة اللي عندك. أفا بلا إهانة. أيوة هذا اللي يقولك بلا إهانة، أعرف أنه يهينك، لكن لا أعتقد أنه يمكنك مساعدتي. ليه؟ ليس لديك مايك. طيب يعني الحالي مش مالي عينك. طيب نكمل وجهتنا إلى الصحراء القاحلة والجبال الجميلة. بنحصل قطعين طرق ممكن يقطعون طريقنا، أو قوافل ممكن يشترون مننا المنتجات، مش لازم أن يبيعها.
بما اني اشترتها من هذا لودي اروح عند العرب اقول لهم جايب لكم غنايم. شوف هنا في قافله مثلا 33 شخص. تعال 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 يا قلبي. اما هم اسرع مني، سرعتي كم هنا؟ 3.4 عليه 3.4، وهذا الخمس انا جدا جدا بطيء بسبب اني محمل. خلنا نشوف القرى الرئيسيه. جل مارس، خلنا نروح جل مارس. طبعا يمر وقت ويوم وايام يعني تشوفونها في ترحالي، لكن حاليا ضرب اثنين فالامور طيبه. نسوي تجاره يا رب ان نطلع بفائده من اغراضنا. الجريب بخمسه اشترته وبقى بخمسه الظاهر نفس ما هو، مع انه حاط لي بالاخضر مدري ليش. البيره كان 22 صارت 14. الحبوب برضه يعني ما في اي فائده عنده. لازم نسافر بعيد عشان نجيب الغنائم. طيب بما ان وصلنا هنا خلنا نساله هل في بطوله موجوده؟ هل هناك بطولات؟ نعم، روهوت وأورت، أورتيزيا روهوتاي. خلنا بحفظ أورت ورهو. طيب أورت أي واحدة؟ أورتيزيا أتوقع. يا رب أنها عند العرب، ما أتوقع هذا اللون جديد علي. ورهو وين رهو؟ هذا هو نورتيز من رهو ظاهر، هذا القائد حقهم. المهم نسوي لها اتباع مسار. طيب حلو، الأورت هذه في طريقنا، شيء جميل. على اتوقع ان هذه الدخله ولا ايه بيقدر يمر. بندخل من قلعه طوبلس مدري ايش اسمها. المهم انه في طريق ثاني من هنا، ما اتوقع ان فيه طريقه ثانيه من الوسط ان نجي على سناله مثلا. والله منطقتها ممتازه جدا، هذا يبالنا نسيطر عليها كذا على البحر. وهنا عندنا المدن الثانيه ممتازة. هذا أكيد السمك يكون عندها رخيص والسواريف هذه، ففيه واقعية بشكل ما تصورونه في اللعبة. والله مشوار طويل، خلنا نمشي. أيوة توقف هناك، هذه سرقة، حاربني إذا كنت تجرؤ. ما يجون إلا في الليل عيال الذين. هذه يبالك تكون مزوم على حصانك وتشوفهم يوم يفرون حوالينك تتجنبهم. بس كم عددهم؟ خمسة ربما يمكننا عمل شيء ما. اثنين من أحصنة سبعة من أحصنة والله ما تشلهم هجوم. الله انك تقدرني. خمسة، يا ريتني وظفت الاثنين ثلاثة. انا بس همي ان الكروسبو يضبط. اذا الكروسبو ضبط، لا والله ضبط 18 طلقة. لا طلقت واحدة بالغلط. منهم خمسة مقبرين. اعذروني يا شباب الوضع ما بيكون عندكم واضح، بس يشحن. طيحنا واحد. وقف يا حصان يرحم والدك. ايش؟ لازم اني اوجهه سيده عشان يرمي صح. 74 دمج. الحجاره اللي يرمونها تدمجني واحد، فالامور طيبه ممكن نقرب. واكتسب وانتد مستوى حلو. جميل. الهيد شوت الواحد تقريبا يطيحهم. اغلبهم حاليا صبتهم. فلو انزل لهم حتى بالسيف من ضربه واحده اتوقع يعني بطيرهم. شاردين الحين، ها شاردين تقريبا انه بيصير مصاب. اوه يمدلنا الفيرست بيرسون. لا كذا كثير، والله كذا كثير. يو بيكون بالسهام شيء رهيب. ولا وقت المبارزه البطوله باذن الله بخليها فيرست بيرسون. طيب الجيش المدافع اللي هو انت دقة الخمسة، هو فيه تطوير، هذا علامة التطوير. في تطورت بالحصان وتطورت بالرمي، فشيء رهيب جدا. عندهم سمك 24 سمكة، او عفوا سمكة واحدة ب 24 دينار. وعندهم شوية تغريضات ممكن نستعملها. اللي معي افضل، ممكن نبيع الشغلات هذه. حرامي كبير والله، رجع لي لبسي المحترم. المشكلة القرى الصغيرة بس يمديك تشتري المنتجات، ما يمديك تبيع. تشوف مثلا عندهم الحبوب هذا اللي تشتريها برخص. طيب يا شباب وصلت أورتيسا، بدل لا اجند. التجنيد بيعطيني فائدة ان اقدر اخذ وظائف بس، او مهام شخصيات. بس انا اشوف الافضل ان يكون معي سهام واتغلب على مثلا 15 شخص يجي ينهبني في الطريق، افضل مني اروح اجيب لي ناس يحموني، وهذا الناس اللي يحموني ادفع لهم رواتب دامني بقدر اسيطر على الوضع. بس المشكلة يا اخي السهام ما تلقاها الظاهر، مش بسهولة. هذه السهام بس مش البو نفسه. خلنا نجند اثنين، وش رايكم؟ اوه رمات اسهم، تكفى يمديني. مستوى 11 لابد، لديك صفر، انت بحاجة الى خمس. ليس لديك علاقة عالية بما يكفي الحصول على هذه القوات. ايوه هنا الحين يلعب دور العلاقات.
اني اخلص مهام عندهم. كيف اخلص مهام؟ اني اخذ اول شيء الجنود البدائيين. ما اتوقع ان في فرق بين هذول كلهم مستوى 6، مستوى 6 كلهم بيد 21 الضرب عندهم. خلنا نشتري من الاصلع هذا مثلا واحد، ولا تدري نشوف من عنده ميشن. هذا السندان عنده ميشن، فبنشتري جنود من عنده. وين سندان؟ هذا سندان عنده جندي واحد، وهذا اثنين، وهذا ثلاثة. الحين الثلاثة هذا كم تكلفتهم؟ الاجور 6 يا رجال ولا شيء في اليوم الواحد، ولا كيف الوضع؟ ما اعرف صراحة. اشترنا رقابهم 60 ثلاث. الحين هل نقدر ناخذ مشن ولا لا؟ سمعت انك تحتاج لبعض المساعدة. ديمت يعني كم يريد؟ 5 وظف. طيب راح ارجع لك. تجنيد القوات. طيب 5 هيا سندان. 5 جبت. كم تريد؟ مليون شخص؟ اذلف انت وراسك. ديمت فلوسي 11، كيف بدفع الاجور؟ الاجور علي 10، شكلهم بيشردون علي. هذا كله بس عشان اخذ المشن. اوه في بطولة عندهم، انا جيت اصلا عشان بطولة ولا؟ تجارة وبطولة ومشنات. نضبط اتاد، نضبط جيش. الجيش بعدين هذا ممكن ندخل مع جيش كبير، يعني مثلا اسست 50 شخص معي، قدرت على اجورهم وعندي فائض من الفلوس، اروح امسك مملكة كبيرة واقول لهم انا في خدمتكم، هم بيهجمون على مملكة ثانية يسيطرون عليها، انا بساعدهم في السيطرة لين ما اكبر جيشي، بعدين انا ارجع اقلب عليهم. السالفة بتكون كذا الظاهر. جائزة البطولة. الازرق متحمس. اوه يمديني اراهم بال11 تصير 44. اوكي على كل جولة. حلو والله، هذا مصدر رزقي. لا 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 ما ينفع الفيرست بيرسون. شوف وين الشيلد حقه، احشره. هذا ابو شيلد هذا ينحشر، يصير ما يقدر يضربك شيلد على يساره. حلو ما يمديني اراهن. هلا بي والله هو ده. خلنا اضرب بالهذا يا اخي. لا ايش كل واحد، لا كذا ما اتفقنا. وين فريقي؟ فريقي واحد ومات. السلام عليكم، انت مقدور عليك. خلنا نطور مهارات والله انهم زلايب، اقسم بالله فريقي الزلابة. وينه امبرير كروسبو مان؟ جتني الغبنة ان جاني البو. فلوسي طبعا صفر بال11 اللي رهنت فيها راحت، فبعت لي كم الاجور متوقع؟ 10. بعت لي واحد من الاحصنة، فباقي عندي حصانين. وسألت الحلو هذا وين اقرب بطولة؟ قال لي في الخوياز. الخوياز هذا اللي عند العرب اللي هو هنا، فشيء كويس. اصلا كل ما تمشي انت يقول لك المناطق القريبة، يعني يكون على اتجاهك. للاسف ما عندي اي فلوس اتاجر فيها، والله وضعي صراحة متعب. شوف الحين سرعتي اختلفت، كان 3 الحين 5.8 بسبب اني بدلت الحصان اللي انا كنت استخدمه. تدري عندي فكرة، ابيع خيلين وتاجر اراهن بالفلوس، ادخل التجارة. ان شاء الله انا بشتري الخيول غالية، وبرضه الحمار بيع. هذه الميتين تشوفونها باذن الله اني اضاعفها. هذه الظاهر انها شخصية مهمة يا شباب. هذا الحين بطولة العرب، كلهم مفروض اساميهم عربية. وهلا بالسهامين العرب. اسيرة لايت ارشر، خلينا بنشوف من يفوز او يوصل للنهائي، كذا بنعرف من القوات القوية. جازة البطولة للأسف سبير. تعال صح على وش كنت انسى الرهان. اكثر شيء اقدر راهن فيه 150. حلو يعني، وال 150 تتحول الى 600. بسم الله. تعال تعال عطني هذا، عطني هذا اللي يرميه، اللي يرميه. ايوه صبت الشيلد حقه. حلو الله يخرب بيته صدها. لا 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 لا، الحين واحد منهم يموت، خليهم يتقاتلون وضمنت التأهل، فشيء جميل. والله اشكال عربية من جد. ارفس ارفس ارفس، الحمد لله اني مؤهل. الرفسة نكبة، اذا غلطت فيها تصير مكشوف. اوكي دورنا الحين جاء. نسيت ما راهن. الله يخرب بيت الشغلة. حلو جبناها في صدره، انكتم. خدعتك. ضربة واحدة وخلاص. اوكي تأهلنا. حلو تأهلنا اتوقع. ديفيد
اقول لكم اعطوني السهم، اعطوني الرمح هذا اللي يرمي، لابد اني اشتري هذا صراحه. كذا ادخل حتى ضد 10 ما عندي مشكله. رهان تكفى رهان، خلاص ما اقدر اراهن اكثر يمكن. او هذه الجوله مش جولتي. ايوه الحين رهان 111 باقي لي من فلوسي الظاهر. ايوه زاد الرهان 600 صار 800. حرام يعني في جوله نسيت ما راهن فيها، يعني الرهان بنوصل 1000 بالراحه. والله الرهان ممتاز جدا، رفعتها كثير، خربيتها جاب علي والله. لا 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 هتشت، والله انها هتشت 1v1. خلاص يا اخوي تعال، اقسم بالله انها هتشت، مفروض انه يموت والله بطولة الهدات هذه. طيب نسويت خط رهان، ما يمديني اراهن عن هاي، ما عندي فلوس. اوكي شو يا شباب هذا لازم نحفظ اسمه، فيترن انفنتري، هذا جدا قوي شكله. كيف تجيبه؟ تجيبه من اسيراي ركروت. وحاليا موصل وين؟ هولي شت، مستوى 26 شهادة. والله شكل العرب جيشهم قوي، ما انا توقعت شو اسمه الثانيين هذا. انضم بسم الله، ايوه تركيز سكفة، هذا لازم يصيبه من بعيد. هذا ايمه شكله خرافي الكلب. جاء هذا، يا سلام. خلاص انا ما بلعب الا رمي. الارباح 833، والله جميل. خلاص الحين اشتهرنا عند العرب، الشهرة 3، الارباح 800، لونج مدري ايش، اللونج المدري ايش هذه كم سعرها بسرعة؟ 1000. لا هذه شكلها ممتازة، هذه طلعنا ب 1000 زائدا 800، نقص منها ال 200 اللي دخلنا فيها، يعني حول 1600، ممكن كان وصل 2000 ربح من كل بطولة. الحين نرجع الحصنة حقنا، هذا سعره طيب، وسرعته بكم؟ 48، وهذا 54. ديزرت هورس، هذا ليه ما اقدر؟ يتطلب 60 ركوب الخيل، يا اخي شخصيتي انا كم؟ الخيل عندي 15، شت. القوس 0 تستهبل؟ النشابة 12، لازم نشتري قوس اضبط وضعي. عندهم سمك لانهم مطلين على البحر، سمك بأربعة، اي شيء بأربعة بشتريه، بوديها عند الجماعة هذاك. شوف بيتحول سعره الى 5 بعدين، شوف هذا اللي كنت اقصده، يوم يقل عندهم السوق يزيد السعر، حركات يزيد الطلب يقل الطلب والسواليف هذه. واول شيء لازم نشتري الاحصنة، ثواني. حلو، 7 احصنة حملة متى اشترتهم؟ بقت صافية فلوسي 1400 بعد ما اشتريهم. بنروح بنتاجر بالسمك، سمك عندهم بأربعة، كم اقدر اشيل من السمك بشله. هذا بس بالرمح اللي بعته له، ما بدفع شيء، بحصل فوق هذا بحصل 247. تمر عندهم، تمر 15، تمر بيكون نادر هناك، مفروض ان تجارتي تكون على التمر. كم اقدر اشيل بشل؟ خلنا نتعرف على هذا. لا قلعة شو اسمها، هذا اكيد عندهم سمك، ما سمك، يبالنا نروح فوق، يبالنا نروح مثلا عند الاسد هذا سارقت، ودي اشوف سارقت وش عندهم. شوف هذا الاخضر مين هذا، هل يمدينا نلحقه؟ هذا يحارب ولا يسرق؟ في واحد يهاجمهم، هذا هو الخضر، هذا لمين؟ البتانيين، اي والله هم. اتوقع يمديني اشارك يا اخي، بس ما اعرف. انت لا تتورط، طلع لي خيار واحد لا تتورط. ليه لا تتورط؟ لانه تقريبا لسه ما تكلمت مع الملك تبع هذه المدن. شوف في قافله عربيه هنا طالعه، حاطين لك الجمال. الدنيا هنا مخبوصة يا شباب، لو تقرون هنا تم اقتحام مدري ايش بواسطة القرية، تعرضت للنهب، يتناثر الكبار من حولك وانت تمر عبر البيوت المحترق. يا ساتر، مجلودة الامبراطورية الغربية، يمدينا نشوف الامبراطورية الغربية الحرب مع مين؟ يا ساتر، حروب مع البتان او بتانيا، ومنهم ثلاثة ثانيين، هذا لا تقول الصين. المهم انهم خابصين الدنيا الغربية هذا. ايوه جاني سارق، كم عددهم؟ 15 واحد وحنا 5، هذا المطلوب. شوف يمديني ارسل قوات بس بيموتون، لابد ان يكون معاهم. اوه احلى شيء يوم يكون معك قوات يطلع لك الاوامر هذه. Infantry forward! Infantry move! كان المفروض اني اضبط الوضع من البيت. اوف! السلام عليكم. غلطان غلطان بترتيب الوضع، والله غلطان. اوف انسحبوا والله. الحمد لله باقي معي 4. يود 3 4 5 6 7، باقي 7 منهم. كويس ان التصيد هذا يفيد. والله ما عرفت نفسي، اقسم بالله باقيت لي 4 رميات، يعني قول طيحت منهم 3 وبقيه لازم كنت اتفاهم معاهم بالسيف، وهنا الفيلم كان بيصير. خربوا علينا وجهتنا الى سارقت، نكمل مسيرتنا. شوف اللصوص طلع يا ابوي، تونا طلعنا، اعطنا فضتك ولا لن نشفق عليك. كم منهم؟ 9، 9 مقدور عليهم. عندي 3 مصابين، هل بيشاركون؟ والله الحالك يا ذيبان، بس معي 18 هذا، فعدد ضعف عددهم يعني، فبتصيدهم بإذن الله. خلنا بمسك
المساحة هذه اللي هنا. تعال يا الأسير تعال. الحمولة هذه ننزلها في سارة، قلت إن شاء الله نحصلنا سعر طيب. التمر كان ب15 ينباع هنا ب60، 4 أضعاف، هذه 1000، جميلة جدا. السمك والزيتون كانوا ب4 صار ب30، 6 أضعاف تقريبا. يا رجل إيش هذا، يا ساتر يا التجارة يا شباب، يا ساتر يا التجارة، إنه الغناء الفاحش. فعندكم السهام، ما عندهم السهام للأسف. كيف أدلل هذا؟ فات الدرع 2 ب200، هذا بيضبط معه؟ أوكي كذا شكلها أجمل. درع خفيف يعني، ما هو ما عندهم دروع مناسبة. وما زالت رحلة البحث عن السهام جارية. هذا عنده مشن، واضح إنه ما راح يقبل إلا بعد ما أجند قوات. مشكلة قواتي يموتون بسرعة، أنا لأني زودت الصعوبة خليتها يعني يموتون أو ينجرحون بسهولة، فزادت صعوبة اللعبة شيء بسيط. هذا لمستوى 6، أحس ممتازين بلاندين. هو في بطولة بعد عندهم، يا سلام يا سلام. وعندي كم؟ عندي 3000 يمديني أدبلها. بعدها نروح عند العرب نجند من هناك. هذا المشاركين في البطولة موروكون معي. ليه ما يجيبون لي من سبيرمان ولا الأسامي الطويلة هذه؟ حلو، جائزة البطولة الحمد لله أنا مشتري الدرع، شكله درع ممتاز. فئة الدرع 4 والله كويس. 2000 years later. أي يا شيخ، رب الكعبة حياتي خلاص، حسيت بالخطر. شهرة 3 فزت بالبطولة بفوزك مدري ايش في الجولة الأخيرة. الأرباح من الرهانات لحالها 1600. عطنا الدرع الجميل بسرعة، وينه؟ هذا هو 677 بس. يلا نغير فيه لا بس. حلو، التجارة الحين فتح معي انخفاض في غرامة سعر البيع للسلعة التجارية 15%، هذا المطلوب والله. او انخفاض في غرامة سعر البيع المعدات، لا ما اريد المعدات، خلي السلع التجارية لان جلسة تاجر المفروض اني من اول افتح هذه المهارة. عندنا الفيجور يا شباب هنا يا الدرينج والانتليجنس، يمديني برضه اطور هنا حد التعلم. تسبب ضربات الدرع الان ضررا اضافيا بنسبة 50% وتصدم عدوك لفترة اطول. اوكي هذه ضربة الدرع اللي كذا. او زيادة التعامل مع الاسلحة التي تستخدم بيد واحدة بنسبة 20%، اكيد هذه. اوكي الحصان، زيادة ضرر الهجوم بنسبة 20%، والتشكيلة اللي معي بيزيد ضررهم برضه 10%، أو زيادة مناوراتك بنسبة 10 ضرر الهجوم. ركز بالدمج، الركض هذا للأسف ما يمديني أزيد فيه شيء. مستوى المطلوب 25، تمرين الصباح. أريد أزيد حركتي والله أنه بطيء لاعبي. أتوقع اللي يقصد فيها الليفل هذه اللي كنت أشوفها من هنا، يمكن هذا الليفل اللي يقصده. قطعين الطرق، الله يخرب بيتي، قطعين الطرق. مزعجين في البداية بس بعدين يوم يكون عندك جيش خلاص ترسله يتفاهمون معهم. إرسال القوات. هلا بالثلاثة، خلوكم هنا. هذا الخيالة ولا إيش؟ خيالة وش اسمه، واحد من الخيالة وال... خلنا ندمج لهم إياهم. كفو يا وكوش. والخيال هذا أبلع. وات انت سقط علينا. كفو كفو يا وحوش، والله كفو. هذه فايدة يكون معك يا شو اسمه. شت صادوني، 3% هلثي. نطلع من واحد يجينا الثاني. ارسلنا القوات. اوه جالس تشوف من اللي يموت ومن تكفون. هزيمة، هزمونا وخذونا أسرة. دمت متزوج في زواج وفي سواليف طيبة، يمدينا نشوفه حنا أسرة. أوكي، بعد أيام مؤلمة من جرك كسجين تجد فرصة وتهرب من خاطفيك. وفلوسنا 4000 ما زالت موجودة، خذ الأكل بس. الحمد لله أن تاجرنا. سجين يجروني يخضروني أركز أنا كذا. شوف أتجنب ال أخرب بيتها سريع. حياتي حاربني يا رجال. منهم 9، الرد بالثار الحين. والله بدون الشاب ما ادري ايش كنت بسوي يا شباب. حاشو حاشو
على طيارة روسهم. طبعا نسينا نشوف هنا هذا اللي هم الفلاندين. اوكي الفلاندين جنوبي غربي فلاندين جنوبي غربي فلاندين وين هذه؟ اوكي عشائرهم برضه كثير بنفسجي وازرق والاحمر جميل. هذا كلهم تقريبا. بس في شغلة في المهمة مهمة جدا انا جالس انساها، ان نشوف الملك المعتاد ملك الفلاندين هذا نشوف وين مكانه. لاست سين ميرك مثلا، نروح ميرك ونكلمه حتى ننجز في المهمة الرئيسية. سن ميرك والله بعيدة. حلو جاني رمات اسهم بخمسين، ما حصلت لي سهم بس حصلت لي جنود رمات اسهم او نشابة هذا زيي. افا ما في رمات اسهم تكفى، ممكن اخذهم وخلي اثنين قدام كذا بسيوف وانا الخامس بالخيل، ممكن اعطيهم خيول اضبطهم. هنا جيت على العشيرة يا شباب، كاتب لي ان عندي اثنين مشاه واثنين رمات اسهم بس اجر قواتك اليومية 12. اوكي حجم الحزب 5 من 20 ماكسيمم، عندي 20 بسبب اني ما رفعت الستيورد. بس الجميل في الموضوع ان فئة العشيرة وصل النص تقريبا من واحد، وهذا المتطلب في المشن عندي او في الكويست. ونتحدث 10 نبلاء، نبلاء ممكن احصلهم في الطريق نقابلهم، بس هذا شيء ما هو في بالي دائما وهذا غلط. شوف وصلنا 28 من 50، حجم القوات بسيطة فاهمينه، 2000 دينار جبناها وتعديناها. بس موضوع الشهرة، الشهرة الظاهر يحتاج اني اشارك في بطولات كثير، فانا بسوي لكم سكيب يا شباب على بال ما اجيب الشهرة كذا 50، لاني بشارك في بطولات وما ودي ان السلسلة تكون عبارة عن تكرار. الاعضاء ما ادري ليش ما اقدر اشوف الاعضاء، ودي اعطيهم الأحصنة وكذا يتحركون معي، فبدور على هذا الشيء. إنشاء مملكة يجب ألا يقل عدد البلدات أو القلاع التي تمتلكها عن واحد، يجب أن تكون فئة العشيرة 4 على الأقل. أوكي لازم نوصل 4 عشان ننشأ مملكتنا الخاصة. هذا جواب لسؤالي. الموارد المالية مصروفات حلو. هذا مطلع لنا التاون هول حق بنشت. التغيير اليومي سالب 12 دينارات. هي والله جمعنا دينارات طيبة يا شباب. هنا المملكة الخير مقفل، الكوستات، الحزب ممكن الظاهرنا الحزب، نعم هذا الكروسبو. أبغى أضبطك وشلون أطورك. هذا كليك يمين يعطيك القائمة هذه. حاليا هو هنا، لا هو هنا عفوا، تطور إلى بو، ممكن كان يتطور إلى فوتمان وبعدين يتطور يصير فوق الحصان. أوكي فحاليا ما أقدر أعطيهم الحصان. أوكي فهمت السالفة. بو أريد أحوله إلى رامي سهام، ما أقدر للأسف. مو مشكلة بنخليهم هذا الاثنين بالكروسبو أو النشاب، ونجيب لنا اثنين رماه، يصير عندي تنوع جميل كذا. يعني انا كذا كذا لازم اوصلهم تقريبا 50، ان شاء الله راح نحصل رماه. وجهتنا الحين العرب نكمل. خلاص اموري طيبة تقريبا في الفلوس ها نوعا ما، فالحين بقدر اجند وروح نمسك احد الممالك نقول لهم نبغى نشتغل عندكم. هذا ان شاء الله بتشوفونه في الحلقة الجاية، فيصير لو عندهم اي حرب بينهم بين اي شخص ثاني ندخل في هذه المعارك الكبيرة، مئات الجنود وحنا مجموعة صغيرة. المجموعة الصغيرة هذول يكونون تحت أمري، فهذا شيء اللي صراحة متحمس له. نشوفكم إن شاء الله على خير في الحلقة الجاية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.